السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جلمود الشامسي من شركة مونستر بايك. نحن اليوم مشاركين في معرض اسمه جلف بايكس اكسبو، وصراحة نحن أول مشاركة لنا وما شاء الله فيه إقبال كبير. ونحن صراحة شاركنا في عندنا كذا وكالة الحمد لله، وعارضين البرودكتس مالنا. فور اكزامبل عندنا هاف ديوتي راديترز بلس، عندنا تشوفون الاكسسوارز حق اليو تي في بايكس بولارس، سواء كانت راينو او الديون باجيز، عندكم الميررز، وعندكم البادلز اللي تحت كروم، زائد عندنا حق البرفورمانس العالي حق 700 رابتر ياماها، فلتر ريس، اكزوز سيستم، طبعا في كذا نوع اكزوز سيستم فور دراجز اورسو فور ديون ريسينج، بلس عندنا الاكسسوارز فور البولارس سواء حق الراينو بعد اللي هي بتكون رنجات، هاي شوفوها معي، وفي نوعين حجمين اللي هي بيكون 12 و14 قياسات، وتشوفون انتو كذا ديزاين عندنا، زايد عندنا البرفورمانس بعد حق اليو تي في البولارس وغيره، بيستنز، هاف ديوتي بيلت، سبيسرز، ايل كولر اللي هي الكشافات ال LED، وبلس عندنا حق البودي كيت البونيتس، شوف هني كاربون فايبر ابيض بلس كاربون فايبر جري والاسود، وعندنا بعد الووتر تمبرتشر جيجز والبوست كنترول ايفريثينج، زايد عندنا الفيول كنترولر الكمبيوترز بلس كامز هيدرز سيستمز، اند وي هاف ا بيج بور سلندر، بيج بور بلوكس، كرانك شيفت اولسو تطويله، زايد عندنا الكراسي اللي هي تركب على البولارس رايزر فور ثري سيترز، وتشوفون عندنا الدراجة هي كامل الاكسسوارز عليها اللي شفتوه قبل، هني راكب وجاهز، الميررز، الهاندلز، عندك الكاميرا، اللايت LED لايتس، روف، سيت بيلت، سيفتيز، زايد عندنا التوربو سيستم، زايد البيج بور، بيستنز، كام، بوردنج، كمبيوتر، فيول كنترول، ايفريثينج. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا معكم عبد الله حمد الحريز، عندنا شركه ارت ماي ستايل، هي طبعا شركه الرسم على الدراجه الناريه او اي او البايكات او البوتس، فمثل ما تشوفون حاليا عندنا دراجه موديل 2008 ار 1، عملنا بعض الرسمات عليها طبعا من شركه ارت ماي ستايل، الاكسسوارات اللي حاليا عليها من شركه توب سبيد، شركة الأخت الشركة تعتبر، طبعا بعض هاي الاكسسوارات جبناها من الخارج من أمريكا،
الدراجة هذه حاليا عليها أول دراجة في العالم أو ثاني دراجة والله بالعالم عليها فرنت هيدروليك. طبعا رسمات عليها من أفكار الكالندر, أول شخص اللي عمل الكالندر اللي بفكرته أن الكالندر بينتهي سنة 2012, زائد هو أول شخص اللي عمل الساعة. فهذه فكرة الدراجة هذه النارية. بالخلف اني عندي حاليا الدراجة الخضراء اللي هي من شركة سوزوكي 750 موديل 2004. هذه الدراجة تعتبر ستريت فايتر من فئة الستريت فايتر. طبعا ركبنا عليها التوربو شارجر, طبعا شركة توب سبيد اللي عملت الشغلة هذه, توربو شارجر الرنقات اللي قدام الرنقات اللي وراء السوينج آرم. طبعا مثل ما قلت لك الصبغ الشركة علينا على شركة ارت ماي ستايل. عندنا الدراجة الأخيرة اللي هي هايبوزا من موديل 2009, نفس الموضوع عن شركة ارت ماي ستايل هي اللي عملت الديزاين عليها, وشركة توب سبيد زودتنا بالاكسسوارات اللي موجودة عليها.